السماء آثار في الدنيا وفي الآخرة. وإذا كان صلة الرحم تسبب الفسحة في الأجل وتسبب بسط الرزق فبر الوالدين من باب أولى، لأنهم أقرب الأقارب، فبر الوالدين يسبب لك أن الله يفسح في أجلك ويمدد في أجلك، والعقوق يسبب قصر العمر وضيق الرزق، كما أن البر يسبب الفسحة في الأجل وانبساط الرزق. والجزاء من جنس العمل، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ما بالك بالذي ظهر الآن مع الأسف في المجتمعات المسلمة، في أن الوالد إذا كبر يرمى في دور الإحسان ورعاية المسنين كما يسمونها، تخلص منهما الولد ويضعهما في أو أحدهما في رعاية المسنين، ولا كأنه من أولادهما، كأنهما والدان لهؤلاء الذين هم في دور الرعاية، رعاية المسنين. يا سبحان الله، هذا حيوان ولا إنسان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو أعظم العقوق، وهذا لا يفعله من في قلبه خوف من الله سبحانه وتعالى. ما شعورك لو أن ولدك عمل بك هذا العمل؟ عندما تكبر وتمرض يأخذك ويضعك في دور الرعاية ورعاية المسنين، ماذا يكون شعورك وغضبك عليه، وماذا يكون الإثم الذي يتحمله هو؟ لماذا أنت تطالب بحقك ولا تؤدي، وأنت لم تؤدي الحق الذي عليك؟ فليتق الله كل مسلم، لأنه فشى العقوق في هذا الزمان، وقست القلوب، وتباعدت الأقارب، وسرت علينا عادات الغرب والكفار الذين ليس لهم أسر ولا بيوت إلا بيوت كبيوت الحيوانات، يأتون إليها ويعيشون فيها وحدهم أو مع الكلاب، وأما أنه يعيش مع أبويه، مع أولاده، مع إخوانه، لا، هذا ما هو موجود في غالب بلاد الكفر. الآن بعض المسلمين يريد أن يقلدهم مع الأسف، فيريد أن يرمي بوالديه أو أحدهما في دور رعاية المسنين ويتخلص منهما، وإن كان فيه نوع من الحساسية يأتي يوم العيد يسلم عليهم، يعايدهم فقط، أو يمرهم بعد أيام يسلم عليهم ويعتبر هذا أنه هو الحق الذي عليه. فعلى المسلم أن يتنبه لنفسه وأن يتقي الله، ويعلم أن ما عمله سيعمل به وأنه سيجازى بعمله، وأن لا يقدم على بر الوالدين شيئا غير طاعة الله سبحانه وتعالى. لا، إن كان يريد الأجر ويريد الثواب لا يقدم شيئا من الأعمال على بر الوالدين إلا حق الله سبحانه وتعالى. هذا، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح أولاد المسلمين وذراري المسلمين، وأن يعيد المسلمين إلى إسلامهم على الوجه المطلوب، وأن يكونوا أسرا متحابين متكاتفين وبيوتا صالحة، وأن يعيذهم من التشبه بالكفار والمنافقين والذين
ضاعت أسرهم وتفككت أرحامهم وصاروا كالبهائم أو ضلوا سبيلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.